حياكم الله مشاهدينا ومتابعين قناة زاغروس الفضائية، نرحب بكم بجولتنا لهذا اليوم اللي راح تكون من منطقة السعدون تحديدا قرب نصب كهرمانة، وراح نسأل أهلنا وناسنا عن النحت الذي نحت هذا النصب وفي أي سنة. خليكم ويانا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شلونك حبيبي؟ حياك الله على راس، اهلا وسهلا. هلا بيك، نتعرف بحضرتك. احمد توفيق من البصره. هلا بيك وكل اهلنا بالبصره. احمد، عندنا سؤال اليوم يقول من النحات اللي نحت نصب كهرمانه؟ والله ما اعرفه، حكيم، محمد حكيم. يعني هيك شيء. هو اسمه محمد. زين، ما تتذكر باي سنه؟ سنه لا والله ما اتذكر. مع الاسف. مرحبا. مرحبا. شلون الصحة؟ والله الحمد لله. هلا بيك، نتعرف بحضرتك. محمد جبار من البصرة. يا هلا بيك وبكل أهلنا بالبصرة. محمد، سؤالنا اليوم يقول من النحات اللي نحت نصب كهرمان هذا اللي هو خلفك؟ هذا أبوك رئيس حوله محمد حكمة هيك اسم. هو محمد غني حكمة صحيح؟ إي. زين، شو تقول بيا سنة؟ والله ما أتذكر. تتذكر؟ ما أتذكر. شلونك حبيبي؟ اهلا حبيبي. شلون الصحة؟ الحمد لله الله يسلمك. نعرف بحضرتك. حسن عبد الوهاب من محافظة الناصرية. على راس انت وكل اهلنا من الناصرة يا حبيبي. محمد، سؤالنا اليوم يقول من النحات اللي نحت نصب كهرمان هذا اللي هو امامك؟ محمد قنا حكمت. عاشت ايدك. زين، هاي المعلومة انت قاريها شايفها بموقع من مواقع التواصل لو شنو؟ شلون عرفت؟ موجودة بالدراسة بالمدرسة. نعم. انت شنو دراستك؟ درست ثالث متوسط. بالتوفيق يا رب. زين، تعرف بأي سنة؟ لا ما درست. ما تتذكر بأي سنة؟ لا. زين، اعطيني خيار، اعطيك خيارات وانت اختار واحدة. نعم. 71، 1971، 1972، 1973. 1973. لا غلط، 71. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك حبيبي؟ حياك الله. حظك. عرفنا بحضرتك. ليش تم تعرفني؟ ولا صغرا بك. التواصل الاجتماعي. ولا صغرا بك. هسه هو المعرف لا يعرف. المعرف لا يعرف. متواضع لكن يعشق الطاووس. يحفظك. سؤالنا اليوم يقول من هو النحات اللي نحت نصب كهرماني؟ وانا ايش ما ادري. والله نعد مؤثر وعلى السوشيال ميديا ومعروف وهيك معلومه. صغيرة يعني جدا جدا صغيرة ما تعرفها؟ اي ما اعرفها يعني. زين، اذا اعطيك خيارات تتذكره؟ اعطيني خيارات جوز اتذكره او لا. محمد علي، محمد غني، محمد حسن. محمد حسن. السلام عليكم. من السلام. أنا وسهلا. شلونك حبيبي؟ كل الهلا. أنا وسهلا. الله يسلمك. بيك الله يحفظك. نتعرف بيك؟ مهدي. هلا بيك مهدي. مهدي، سؤالنا اليوم يقول من النحات اللي نحت نصب كهرمان هذا اللي هو خلفك؟ النحات مالته؟ لا ما عندي خبرة عليه، ما عندي معلومة. زين، بأي سنة؟ هو قديم هذا يعني بالثمانينات تقريبا، من التسعينات. بعد انزل. 65؟ اصعد شوي. نحاول نصعد وننزل. 67؟ لا، 71. للنحات العراقي اللي ملقب هو بشيخ النحاتين محمد غني حكمة. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك حبيبي؟ الحمد لله، انت شلونك؟ الحمد لله. نتعرف بحضرتك؟ انا اسمي صادق. صادق من وين؟ من القادسية، من بغداد القادسية. اهلا وسهلا بك. صادق، سؤالنا اليوم يقول من النحات اللي نحت نصب كهرمانه وباي سنه؟ محمد غني حكمت سنه 1971. عاشت ايدك. صحيح. شكرا. تعرف حضرتك؟
سامر مؤيد. سامر مؤيد، اهلا وسهلا سامر. سامر، سؤالنا اليوم يقول منو النحات اللي نحت نصب كهرمان؟ اعتقد النحات العراقي محمد غني حكمت. صحيح، شيخ النحاتين. صحيح، باي سنه؟ سنه 1971. عاشت ايدك، شكرا لحضرتك. شكرا لكم. عرف بحضرتك استاذ؟ انا احمد محمد من دياله، بس ساكن هنا ببغداد. منطقتي هاي كهرمانه. حلو، ما طول منطقتك كهرمانه. وش نرحب بك، اهلا وسهلا بك وكل اهلنا بدياله. سؤالنا يقول منو النحات اللي نحت نصب كهرمانه وباي سنه؟ كهرمانه اعتقد نحات محمد غني حكمت اسمه. صحيح، بس السنه ما يعني بس بدايه السبعينات يعني سامع بيها قاري. صحيح، بدايه السبعينات، بس ما متاكد من عدها. هو النحات يعني معروف عراقي وكلها تعرفه. زين، انت هاي المعلومه شلون اكتسبتها؟ عن طريق دراسه لو عن طريق الصدفه؟ قلت لك احنا هنا يعني انا منطقتي كهرمانه صار لي تقريبا 7 سنين بيها. تمثال معروف مشهور، انا اختصاصي هندسه معماريه تصميم داخلي واعمال النحت هاي اعرف بيها. ف يعني جيناك بمجالك تقريبا. صدفه جيتوني مجالي على هذا السؤال، ف شفت التمثال وفد شيء كلش حلو. هو يعني له اسم بغداد بهاي المنطقه بالذات، اهل الكراده يعني مشهورين بساعه كهرمانه النصب اللي عليه معلومات ما يعني عرفته. وهذا النحات، نحات يعني شغله حلو، له اكثر من عمل هنا ببغداد. واحد من اعماله هو هذا الشيء اللي تشوفوه، يعني تمثال صار له من بدايه السبعينات، صار له تقريبا 40 سنه، فوق ال 40 سنه. نصب كهرمانه واحد من اجمل النصب التي تزين بغداد، قام بنحته النحات الراحل شيخ النحاتين محمد غني حكمت سنة 1971. إلى هنا وتنتهي جولتنا لهذا اليوم، نتمنى أن تكون نالت إعجابكم واستحسانكم. تقبلوا تحياتي أنا محدثكم حيدر محمد وتحيات الكادر، في أمان الله.